السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي علي العبيدي ورحب بكم بالقناة شاكو ماكو فيشينج. وموضوعنا اليوم التيجانات والتكملة وراء الانترو. يلا يا اخوان قبل ما نبدي بالموضوع التيجانات اذا رويكم اني شلون انا اتصرف بصيد الكاب. اكو طريقتين انا استعملها، هي لو اطبخ اني التيجانات والذرة، لو اخمر اني التيجانات والذرة. الطريقتين هي كلش ممتازة، واحنا رح نبدي باول طريقة، طريقة الطبخ. شباب تيجانات الله اكبر شكد حلو بالله. بس من قبل ما نبدي بالطبخ اريد اشرح على موضوع كلش مهم، وايد محترفين خاصة في المانيا ما يعرفوا هالشغلة. يصورون التيجانات من عائلة النات، بس التيجانات مو من عائلة النات، التيجانات من عائلة الاعشاب، من عائلة الاعشاب. الغاز مات التيجانات يوصل الى 60 لو 100 متر من القاع، ومو من عائلة النات. هاي شغلة كلش مهمة، وخاصة هاي انفورميشن مهمة للصيادين الكاب، لان كده حلو اذا نحكي ونشرح على الموضوع واحنا ما ندري النات جاي مو من النات، النات جاي من عائلة الاعشاب التيجانات. التيجانات كلش مهمة بصيد الكاب، وانا شخصيا افضل اذا تسألوني علوشي انت شو تفضل، التيجانات الذرة لو البويلي؟ وانا اقول لكم خاصة بالربيع من يطلع الكاب من الموسم الشتوي، اقول لكم اني افضل التيجانات، اترك البويلي واترك الذرة واركز نفسي على التيجانات. ليش؟ هسا اشرح. اني التيجانات المميزات مال التيجانات محترمة وما تقدر تقارنها بالبويلي. انت بالبويلي عندك انت لو عندك الكربوهيدرات، لو عندك البروتيجين سمج، لو حلو. بالتيجانات الوضع كل شيء يختلف. التيجانات بها 25% بروتيين و 30% كربوهيدرات قوة، يعطي انرجي. هسا يطلع الكاب من الموسم الشتوي جوعان تعبان، صارف كلش هواية بروتيجين من جسمه الفت، وهسا يحتاج الفت ويحتاج الانرجي عمود يطلع الموسم الصيف، ويركز من نفسه على موسم الزواج وين يحتاج هواية حركة. وش يحتاج السم؟ هو يحتاج البروتيجين والكربوهيدرات. والتيجانات تعطي 25 بروتين و 30% كربوهيدرات، معناتها شغلة رهيبة وممتازة بصيد الكاب. شو نريد بعد؟ أحسن من التيجانات بالموسم الربيع ماكو، بصراحة ماكو شغلة محترمة. واساكو شغلتين لازم واحد ينتبه عليها، يريد يطبخ لو يريد يخمر. اني شغلة التخمية استعملها اني بالصيف، بس ورا الموسم الزواج بالصيف على اتجاه الخريف من يحتاج هواية اكل ياكلون، اشبع اني ماتي البحيرات المنطقة خاصة نصيد بيها بالتيجانات بالذرة بالبويليز واتونس. مرة اصيد بالذرة، مرة اصيد بالتيجانات، مرة اصيد بالبويليز، شو ما اريد، لان الكاب جوعان يحضر نفسه على الشتاء ياكل كل شيء الموجود. بالنهر تختلف الامور، بالنهر صاير الكاب يسبح ليفوق وينزل مره لجوا ويدور على الاكل، وشنو يلقى قدام وجهه قدام حلقه راح ياكل. فهو ما يفرق هذا بكل الانتقالات، كربوهيدرات ببروتيجين حلو طعمه سمك طعمه منسكه، ما يفرق، هو يريد ياكل عمود يعيش، لان اذا ما ياخذها راح ياخذ الكاب الثاني. بالنهار الامور تختلف، تقدر تصيد انت بالصيف وبالشتاء بشو ما تريد.
الكلب يريد يجي يريد ياكل، لان اذا ما ياكل راح ياكل الثاني الكلب اللي وراه. من هاي الناحيه الامور تختلف اصلا. انا بدي احكي على النهر، على البحيرات. البحيرات الوضع غير شيء، الكلب يجي باو يتحسس يشوف ياخذ شويه يذب الاكل، الوضع اصلا يختلف. ومن هاي الناحيه لازم الواحد ينتبه، خاصه بالربيع شنو انا اوكل وايل وقليل. واذا تريد توكل وكل ابدي بالتيغانات، بس مو كل شويه، بس ابدي بالتيغانات، لان التيغانات يعطيهم الشكر بداخله الكربوهيدرات، لان طعمه كلش حلو وبي بروتين. يلا خلينا نبدا احنا بالطبخ. ناخذ شويه تيغانات نطببه. انا بصراحه استعمل حوالي كيلو مو اكثر، الباقي استعمل المخمرة اني. اذب المنطقة المخمر مثل ما قلت اني مو كل شوية، خاصة بالربيع المنطقة اوزعها بالمخمر بهم الذرة والتيغانات. وبعدين اطبخ اني حوالي كيلو، هاي تكفي. بس هذا يابس اخليه هسه ماي حار عليه واخليه على اكثر درجة واحمي الوضع. اخواني اذا واحد يريد يسوي هالشغله مضبوط لازم اصولا يخلي التيغانات قبل ما يطبخه فد يوم يومين بالمي، عمود يكبر عمود يسحب مي ويكبر وتقدر تطبخه مثل ما انا هسه اسوي على اكثر درجه. بس انا بصراحه ما عندي دائما وقت يوم يومين احضر الامور هاي، ليش انا اخمر هاي اسهل لي واطلع واصيد. بس اذا واحد يريد يسوي هالشغله مضبوطه يخليه يوم يومين بالمي بالمي ينقعه وبعدين يطبخ التيغانات. لو مثل اني بصراحه انا كومه كاب صدت بهالطريقه ما نقعت قبلها، بس اطبخ اخذه يابس اخلي بالمي وبالجدر على اكثر درجه واطبخ حوالي ساعه ساعه ونص وشغله خلصت بصراحه. اي وبعدين وراها اكو طريقتين يقدر واحد يتصرف، يقدر رسا يستعمل التيغانات مثل اني استعملها. ليش؟ لان التيغانات بعدها حلو مليانه الشكر، هاي استفاد اني من عندها واخذها لصيد الكاب بنفس اليوم. احنا نقول على 100 جرام تيغانات ب 16 جرام شكر، معناتها شكد حلو. وهذا الطعم الشكر الطعم الحلو مال التيغانات راح تستفاد انت بيه بموسم الربيع، لان بيه كل شويه كربوهيدرات، ومو بس الكربوهيدرات مثل ما قلت اني هم البروتيجين. اذا تبقي الطريقه الثانيه، اذا تبقي انت التيغانات ويا مات المي فاسبوع اسبوعين راح الامور شويه تتغير. التيغانات راح تبقى بنفسها بس المي ما راح يبقى مي، راح يتغير يصير مثل سائل قوي مثل عسل. ان شاء الله هي محترمه. السمك مو بس الكارب من غير اسماك تحب هذا الوضع، هاي الماده صايره قويه مثل العسل لونها ابيض مليان الشكر. بس التيغانات قوه الشكر بالتيغانات راح تقل، هاي لازم هسه واحد يعرفها. هي طريقتين كلش محترمه، اذا واحد يطبخ ولازم ياخذ التيغانات وياه مثل اللي اني. لو واحد يبقي مثل اسبوع اسبوعين اي والامور راح تتغير شويه وراح تصير الشغله علاكيه. بس انا كلش ممتاز بصيد الكاب، واحد يجرب ويشوف شنو واحد يناسبه بصيد الكاب. شغلتين يقدر واحد يتصرف فيها، واتمنى نجيب لك الكاب المحترم بصراحه. وشلون تشكل التيغانات بالماتك السناره اروك اياها اني هسه. هاي اخواني ارويكم اني التيغانات المخمرة اني، شغلة كلش كلش ممتازة بصيد الكاب. انت اشتري كميات كبيرة وخمر عمود كل ساعة من تحتاجه تيغانات تقدر تاخذه شو كنت ما تريد بدون ما تحضر قبلها، يعني انت محضرها مرة وبقي الشغلة سنة سنتين شو ما تريد، كل ما اكثر كل ما احسن، لان ريحة هيكت قوية. وهي هاي الممتازة بصيد الكاب، لان ما يجي الكاب يموت على هاي الريحة، مو بس الكاب هم الغاز
وانا اقول لكم انتم راح تصيدون مالتكم الكاب اللي تريدوه المحترم. من المنظر هم شوية يختلف، اذا التيغانات تشتري من السوق دائما يابس ودونه جوزي على حمار طوخ، من تخمره للطبخة لمو تتغير شوية يصير يفتح شوية ويكبر وتقدر تستعمله بالصيد. هسه مثل ما قلت لكم اني شغلتين، تقدر تطبخ وتستعمله رأسا او تستفاد من طعم الشكر، وتخمر وتخليه تصير ريحته غريبة وعجيبة عمود انت تتونس من بالصيد الكاب. يلا هسه اقول لكم اني طريقة السنارة، شغلة بسيطة تعرفوها انتو مو غريبة، بس اذا رويها على مود نخلص الموضع التيغانات. واني اتمنى لكم الصيد حلو والونسة بالبحيرات والنهار، واهم شيء واحد يطلع ويغير الجو. يلا هسه السنارة والتيغانات. يلا شغلة بسيطة تركيب التيغانات بالسنارة، اني شارح واي فيديوز شلون واحد يركب البويلي بالسنارة، سنارة ويا الشعرة، الشعرة هي كلش مهمة، يا نوع الغيك اللي تستعمله انت، الكاديريك لو ستيفريك لو كومبيريك لو يا الغيك، هاي مو مشكلة، اهم شيء انت عندك الشعرة، واذا عندك انت الشعرة معناتها لازم بس شغلة واحدة تنتبه عليها، هي شغلة المسافة بين التيغانات الذر البويلي والسنارة مالتك. احنا قلنا بالكاديريك لازم التيغانات والبويلي تطوخ على راسية السنارة، وبالسنارة الاعتيادية السنارة بالشعرة لو الستوفريك والاشياء هذه لازم عندك انت فراغ بين السنارة وبين الذرة والتيغانات والبويلي اقل شيء 1 سنتيمتر وبس. احنا ناخذ هسه هيجي عودة حادة نطب بيها التيغانات، نطبها بالخيط ونسحب. هسه اقولكم اياها، اول شيء احنا نحتاج مالتنا الغيك. هسه راح اخذ اني هنا غيك اعتيادي، اني مطبه هنا بالغيك ذرة اصطناعية، خال هنا جوها بويلي يعني صراحة مرات استعملها اذا المي يصير شوية لونه قوي، استعمل اني وبحيرات المعروفة مرات على البويلي يجي الوان عمود يجوز يركز الكاب، من يجي يركز الكاب على مالتي البويلي لو الذرة، هي مو مشكلة. هاي الشعرة اني حكيت عليها هسه قبل شوية، بس نجيب لنا احنا التيغانات ونطب التيغانات على الشعرة ونبقي من هنا على التيغانات سنتيمتر واحد. يلا هسه اخذ اني اول تيغانات محضرها اني هنا جوا، ها وياها ظروفها شلون ياها طيبة. لا راح اخذ اني اصغر واحدة، هاي اهم شيء لان هسه اول واحدة اللي اخذها اني وظروفها هي هاي راح تصير بالخيط الاعلى شيء. اول شيء اخذ هاي ليش اني صغيرة واكبر بعدين الحجم، هاي يقدر واحد كيف يتصرف، اني دائما اسويها. سو تشوفونها شوي اقوى من عندها، واخذ هسه اكبر واحدة، هسه جرب اني بثلاثة اللي ما ادري ايش قد اني طول الخيط. يلا هاي ثلاثتهن، اخذ هسه مالتي السنارة يسموها هاي الطريقة يسموها الكومبيريك، كومبيريك ستيفريك، صار هنا المقطع القوي
مو قرآن هنا الغلاف، هنا شوية حركة، وهاي يسموها كومبيريك، على طريقة الكومبيريك مو الستيفريك. الستيفريك إذا الخيط ما مغلف أبقيه ما مغلف من البداية إلى النهاية يسموها ستيفريك. لو تستعمل كله نايلون هاي من ستيفريك. والكومبيريك معناته كومبي الميكس، صار هنا قوي وهنا مو قوي يسموه كومبيريك، على طريقة الشارع احنا دائما نصيد على طريقة الشارع. والسنارة، سنارة حجم 4، هاي شوت هوك من شركة بي بي برودكت، نفس الترتيب، اسمها بالجاماغاتسو الوايت جايب سوبر. اي اكو انواع اشكال، هي نفس الترتيب بس غير اسماء. انا استعمل هاي من شركة بي بي برودكت، وحاد ومحترم. وهسه احنا نجيب الخيط نطبه هنا مالتنا التيجانات. هسه لازم نشوف ما لابس مناظري. يلا هاي اول وحده، ثاني وحده، هسه نطبب ثلاثة تن وبعدين نشوف نحدد احنا المكان. اذا تشوفون ما ترم الشغله، السناره لازقه بالتيجانات، معناته اول وحده اوخرها عم نشوف تدبر لو ما تدبر الشغله. وانا متاكد باثنين تيجانات الوضع شويه احسن، عم نشوف الوضع تمام لو مو تمام ناخذ لنا هسه احنا اهم شيء الستوبا. صح، خليني اجيب الستوبا. هنا انا عندي ستوبا من غير لون، صار لونه اخضر، هاي مو مشكله. هاي انا قلت لكم دائما تقدر تستعملوها من عوده واحده اعتياديه، عوده صغيرونه. اهم شيء مالتك البويدي لو التيجر نات ما يوقع. يلا اذا تشوفون انتم هسه الوضع صاير الشغله محترمه صارت. من هنا لفوق اكو فراغ حوالي اقل شيء 6 متر، التيجانات كبار ومرتبات، السنارة رقم 4 حادة، عندي الخيط نانا شوية بدون غلاف، وبعدين يجي الغلاف نانا وباكر اروح واصيد. يلا اخواني احبكم اني، ابوسكم واتمنى لكم يوم حلو يوم سعيد، وتحياتي للوطن العربي. مع السلامة، اخوكم علي ابو يونس. باي باي.